السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم حلقة جديدة من قناة سعودي أوتو. اليوم نحن في بريطانيا في حلبة فان أند تبع JLR، والسيارات اللي معانا اليوم هم الF Type الرالي زي ما أنتم شايفين، وكمان عندنا الI Pace، فخليكم معانا. تعتبر جاكوار اف تايب رالي كار اصدار خاص تم انتاج نسختين منه فقط احتفالا بمرور 70 عام على طرازات جاكوار الرياضية. طبعا السيارة هذه ما فيها نظام تحكم بالجر ولا نظام تحكم بالثبات او نظام اي بي اس. ليش؟ السبب هو انه الصانع البريطاني اراد تحويل اف تايب رالي كار الى سيارة رالي حقيقية، عشان كذا استغنى عن كثير من المزايا والتجهيزات لتخفيض وزن السيارة. كمان أضافوا قفص للحماية من الانقلاب، وهذا سبب إزالة السقف القابل للطي. طبعا زي ما قلنا، جاكوار قامت بجهود كبيرة عشان تحول إصدار رالي كار إلى سيارة رالي حقيقية، وفي نفس الوقت بتكون قانونية للسير على الطرقات العامة. وعلى الرغم من أن السيارة هذه ما راح تشارك في سباقات الرالي، إلا أنه مهندسي جاكوار عدلوها عشان تتطابق مع معايير الاتحاد الفيدرالي للسيارات، وحصلت على مكابح أكبر ونظام تعليق محسن وقفص حماية زي ما قلنا، وكمان زادوا ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار 40 سنتيمتر بالمقارنة مع الطراز الأساسي لحمايتها من أي أضرار قد تصيب الجزء السفلي. اللون الخارجي أبيض مع ألوان ورسوم مميزة في الجوانب، ويوجد كشافات رباعية مثبتة على غطاء المحرك، وجنود خاصة مقاس 16 بوصة تم تصميمها بناء على المواصفات السباقية. مقصورة السيارة F Type Rally Car بسيطة وخالية زي ما قلنا من التعقيدات والتجهيزات المتطورة أو حتى شاشة عرض، وهي مزودة بمقاعد رياضية مع أحزمة أمان بستة نقاط، وطفاية حريق تم وضعها عشان لو صار أي حريق لا قدر الله. بتعمل جاكوار اف تايب رالي كار بالدفع الخلفي وبمحرك تيربو باربع اسطوانات سعه لترين، بيولد قوه 296 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران، وبيتصل بناقل حركه الي من 8 سرعات، وتتسارع من 0 الى 100 كيلو متر في الساعه خلال 5.4 ثواني، مع سرعه قصوى محدده الكترونيا عند 250 كيلو متر في الساعه. طبعا يمكن البعض يسأل سبب اختيار هذا المحرك، لأنه كان من الممكن تزويد السيارة F Type Rally Car بمحرك V6 Supercharged سعة 3 لترات أو محرك V8 Supercharged سعة 5 لتر. السبب هو أنه الشركة قررت وضع المحرك رباع الاسطوانات تيربو سعة لترين بسبب وزنه الخفيف، واللي حيزيد من مرونة ورشاقة السيارة ويوفر توازن أكبر، وهذا حسب ما ذكر السيد ديف بوند مدير هندسة المركبات. إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم، ولمزيد للمعلومات زوروا موقعنا www.saudiauto.com.sa، ولا تنسوا اعملوا لايك سبسكرايب وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.